استقرار ودعم السلام في السودان أن لا ينحاذ لطرف دون الآخر، وأن لا يتبنى رأي المعارضة المسلحة بل ودعمها، لأن هذا يؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار. نؤكد أن الانتخابات أجريت بنزاهة تامة، وأن المخالفات التي شابت بعض الدوائر مكانها مفوضية الانتخابات، وهي ذات المفوضية التي أشرفت على انتخابات 2010. ولدينا في القضاء السوداني وساحاته ما يحفظ حق كل متظلم أو طاعن، ونشير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات فاقت 42%، مع العلم أن المشاركة في انتخابات الدول الأوروبية في معظمها لا يصل إلى هذه النسبة، وبعضها لا يتعدى 35%. وعليه ننوه أن هذه الحملة القصد منها التشكيك في الشرعية الدستورية، ونحن على ثقة بأن شعبنا العظيم بوعيه الوطني قادر على توفيت هذه الفرصة على هذا المخطط الآسم. ويعتبر موقف دول الترويكا تجاه عملية الانتخابات في السودان